الكتاب المقدس بيتحدث إنه يسوع هو ابن الإنسان وهو ابن الله، طبيعتان في شخص واحد. يقول الكتاب أيضا الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. فإذا عندما تنظر إلى يسوع المسيح لابد أن ترى فيه الصفات والسلطان والقدرة الإلهية. في العهد القديم بيتنبأ عن يسوع المسيح في سفر إشعياء إصحاح 7 والآية 14، السيد نفسه يعطيكم آية: هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل؟ في العهد الجديد تفسيرها كان الله معنا، فالذي يولد من العذراء الله معنا. في سفر إشعياء إصحاح 9 والآية 6 مكتوب: لأنه يولد لنا ولد، أي في ملء الزمان، ونعطى ابنا لأنه عطية السماء. يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. ثم في إشعياء إصحاح 48 مكتوب، الرب بيتكلم عن نفسه: منذ وجوده أنا هناك، والآن السيد الرب وروحه أرسلني. وطبعا نبوة ميخا المشهورة في إصحاح 5: وأما أنت يا بيت لحم لست الصغرى بين ألوف يهوذا، لأنه منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل. الذي، لاحظ الكلام، الذي يولد في بيت لحم، الذي مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل. هذه الآيات بتتكلم إنه يسوع المسيح هو عمانوئيل، الله معنا، إله قدير وأبا أبديا، ثم هو أزلي، يعني كان موجود قبل وجوده على الأرض، وهو أزلي بحسب نبوة ميخا. وهذا إن دل على شيء إن الشخص الذي سيولد في بيت لحم هو أيضا الله الظاهر في الجسد. طبعا إذا نظرنا إلى حياة يسوع المسيح لابد أن تصطدم في شخصية المسيح الكاملة، فكل شيء في حياة المسيح تعبير عن لاهوته، سواء أسماء المسيح، أقوال المسيح، أعمال المسيح، صفات المسيح، طبيعة المسيح، شخص المسيح. أنت تقف أمام شخص كامل بلا شك. طبعا في عدة أمور اللي بتعبر عن لاهوت المسيح. شيء مهم جدا تصريحات المسيح. المسيح صرح عدة أمور إن دل على شيء بدل على لاهوت المسيح. صرح أنه واحد مع الآب، وهذا شيء يختص فقط في هوية المسيح. الابن الذي هو في حضن الآب هو خبر. ثم صرح أنه أرسل من الآب وأنه في علاقة حميمة وشركة مع الآب، وهذا ما يتميز به يسوع المسيح. صرح يسوع أنه يعمل أعمال الله الآب، كما قال: ينبغي أن أعمل أعمال أبي ما دام نهار. قال أيضا: هذه مشيئة الآب الذي أرسلني أن أتمم عمله، طعامي أن أفعل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. مش بس صرح أنه بيعمل أعمال الله، صرح أنه يمتلك الصفات الإلهية التي تختص فقط في الله، لا تختص في أي طبيعة أخرى ولا أي إنسان آخر. في صفات اللي احنا ممكن نشترك فيها، لكن هذه الصفات لا يشترك فيها أي شخص آخر. صرح يعني أنه كلي المعرفة، وفعلا عندما تقرأ الأنجيل بتشوف معرفة المسيح الكاملة.
صرح أيضا أنه كلي الحضور لما كان بيتكلم مع نيقوديموس ابن الإنسان اللي على الأرض الذي هو في السماء، يعني موجود في كل مكان، كلي الحضور وفي كل مكان وفي كل زمان أيضا. مكتوب: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم. يعني إذا في مجموعة بتصلي هون ومجموعة بتصلي في الصين وفي اليابان وفي أمريكا وفي أي دولة عربية، كل هذه المجموعات الرب حاضر معهم في كل مكان وفي كل زمان أيضا. ثم أحبائي المسيح صرح أنه كلي القدرة، لأنه دفع إليه كل سلطان في السماء وعلى الأرض، لأنه أكمل عمل الله بكل جدارة. وسفر الرؤيا بتصرح بكل وضوح أنه الإله القدير. وهذه كل التصريحات قالها يسوع المسيح التي تعبر عن لاهوته أيضاً.